15 عائلة من النازحين والمهجرين كانوا يقطنون هنا في هذا التجمع والذي يعرف بتجمع محطة المياه في عين شيب، تم استهدافه بأكثر من غارة جوية من طيران الاحتلال الروسي، مما أدى إلى استشهاد شخصين نازحين مهجرين في هذا المكان وإصابة آخرين بجروح. بقيت فرق الإنقاذ والدفاع المدني لأكثر من ساعتين تعمل على انتشال الشهداء والجرحى وإسعافهم، وذلك بسبب تواجد الطائرات الحربية في الأجواء والتي كانت أيضا تستهدف مواقع أخرى بالقرب من مدينة أريحة جنوب إدلب. كذلك الأمر، تعرضت اليوم أطراف بلدة باتنتا في شمال إدلب لعدة غارات جوية، وأيضا كانت هذه الغارات بالقرب من خيام النازحين والمهجرين. روسيا تتفنن بقتل وتهجير وتعذيب النازحين والمهجرين في إدلب وريفها، لا يكفيها تهجيرهم ولا يكفيها محاصرتهم إنسانيا عبر تضييقها على معبر باب الهوى وإيقاف إدخال المساعدات من خلاله، بل أنها تقصفهم أيضا هنا في تجمعاتهم وأماكن تواجدهم. لشبكة شام الإخبارية، أحمد رحال، ريف إدلب.